إن اجتماعنا اليوم في إطار هذه اللجنة يأتي بالفعل في سياق ثنائي يبعث على الارتياح ويشجع على مواصلة الجهود وتكثيفها لتحقيق الأهداف والأولويات التي حددها الرئيسان عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان بكل وضوح وبكل طموح خلال عديد اللقاءات والمشاورات والاتصالات التي جمعتهما معا والتي كان آخرها حدثات المعمقة تبون إلى تركيا منذ ما يربو عن الشهر بقليل. وأعتقد معالي الوزير والأخ العزيز أنكم توافقونني الرأي إن لاحظت جازما ومخلصا أن هذه اللقاءات على أعلى مستوى وما تمخض عنها من توجيهات سامية قد وضعت بين أيدينا خطة طريق محكمة المعالم ومتكاملة الأركان وثابتة المنطلقات لتعميق التعاون الثنائي وتعزيز جميع أبعاده الثرية، وهو الثراء الذي يعكسه العدد الكبير للقطاعات الوزارية الممثلة في اجتماعنا اليوم والتي تغطي كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية دون أن تغفل البعد الإنساني لما له من مكانة هامة تؤكد على الطابع الخاص بل الاستثنائي للعلاقات الجزائرية التركية.